بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد، أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون لتوزيع هدايا وتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر النزلاء في إطار تطبيق أطر السياسة العقابية الحديثة التي توفر الدعم لهؤلاء للابتعاد بهم عن مسلك الجريمة. احتفالية أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم وأسر النزلاء وعدد من نازلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وشهدت حضورا من عدد من الشخصيات العامة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم توزيع هدايا عينية على نازلات مراكز الإصلاح والتأهيل احتفاء بهم بهذه المناسبة. نشكر وزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية ان هو خلى الامهات تشوف اطفالها وخلانا نشوف اولادنا وامهاتنا والمكان نظيف، حتى الزيارات كمان بنشوف اولادنا الحمد لله يعني، والناس مبسوطة والامهات كمان مبسوطة. يعني يوم زي دوت الواحد بره، يعني الواحد حاسس ان هو بره خلاص شاف اهله وقعد معاهم اتكلم معاهم، ما بقاش بيننا وبين بعض صور. وجودنا احنا كده في وسط اهالينا وفي وسط عيالنا بالشكل ده حاجة رائعة. جابوا لنا اطفالنا نلعب معاهم، وعيالنا وزعوا علينا هدايا، مش مخلين محتاجين اي حاجه. بلدي يا حبايبي العين زرقاء من كده. شهدت الاحتفاليه استعراضا لمواهب النازلات الفنيه والتي يحرص قطاع الحمايه المجتمعيه على تطويرها وتنميتها من خلال برامج متخصصة يشرف عليها خبراء ومتخصصون في هذا المجال وتندرج تحت برامج الإصلاح والتأهيل. الحقيقة المنظومة العقابية في مصر اختلفت تماماً خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت الفلسفة هي فلسفة للتدريب وللتأهيل وللتعليم. بشكر فعلاً القادة السياسية وبشكر وزارة الداخلية وبشكر القائمين على الموضوع أنهم مفكرين في الناس بالشكل ده، وشفنا هدايا راحت للناس وشفنا ناس تابعوا ناس كانوا موجودين وخرجوا بيتابعوهم بهدايا وبيتابعوهم بمساعدات إنسانية. سعيدة بتجربة جديدة إن أنا وسط النازلات ونازلات كمان مميزات، يعني إحنا حضرنا حفلة ظريفة جدا، الحفلة دي يعني ما شاء الله في طاقم من الموسيقى معلمهم وهم بيغنوا أصوات الحقيقة جميلة جدا. وتزامنا مع الاحتفالية جاءت زيارة لعدد من المتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، تفاعلوا خلالها مع الأجواء الاحتفالية التي سادت هنا وأشادوا بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة والارتقاء بالرعاية وبرامج تأهيل النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل المنشأة حديثا وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. Concernant la visite du centre de réhabilitation d'Égypte, l'initiative que du ministère de l'Intérieur a fait pour faciliter la vie à l'intérieur du centre de réhabilitation. It is exciting to see inmates receiving their family and celebrating the Women's Day. It is a great privilege for me. I'm very excited to see inmates, like female inmates, seeing their family, their children. Especially really brought me joy to see image with their children playing with their children. So I'm overwhelmed by what I saw today. I'm very overwhelmed. مساعدات عينية متنوعة للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أعدتها وزارة الداخلية لتوزيعها عليهم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات عيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك. جابوا لي مكنة عشان يساعدوني بيها، وأكل وشرب وكل حاجة وكل اهتمام فوق الوصف الصراحة. جابوا لي جهاز بنتي والحمد لله وربنا يسترها معاهم. أنا مبسوطة لوزارة الداخلية مش نسيانة، وربنا يخليهم ويخلي الرئيس. هكذا توفر وزارة الداخلية كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكياتهم وإصلاحهم، لتنأى بكل هؤلاء عن مسلك الجريمة وتعود بهم إلى المجتمع نافعين له ولأنفسهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.